لا باش نسالوك خاطر بعد باش نحكيو معاك برشا في الموضوع هذا. سي محمد صغير اولاد احمد، الف مبروك، 3 اصدارات دفعه واحده بعد 10 سنوات، هذه حاجه ما تنجم كان تفرح. رتراباج رتراباج تقول انت في ال10 سنين. منيره حمدي، دار بيك الشمالي ولا ما دارش فيك؟ انا درت بيه، انت درت بيه. سي رجاء فرحات، بورقيبه السجن الاخير في الجزء الثاني، مبروك العوده مره اخرى في هذا الجزء الثاني ان شاء الله. يعيشك. مرحبا بكم جميعا. مباشره نمر الى ضيفنا الاول هذا المساء، السيد وزير الماليه السيد الياس الفخفاخ. مرحبا بك سي الياس. سي الياس مرحبا بك في كلام الناس، نجم التلفزيون بلا منازع في الاسابيع الاخرانيه هذه كل. سي الياس، بعض الخبراء في الاقتصاد وحتى وزير المالية السابق يروا أنه في مسألة الاقتراض هو حل وقتي، صحيح يحل المشكلة اليوم، ما يحليش مشكلة غدوة معناتها، لكن يخلف العديد من المشاكل، خاصة وأنه القروض اون جنرال ماشية في النفقات العامة كيما الشهاري، ومش ماشية في شكل استثمارات، يعني كأننا عايشين بالكريدي معناتها سلف كريمو. كلام صحيح، ما عندناش حل آخر، احنا نعيشوا في فتره ما تصيرش كل 10 سنين ولا كل 20 سنه، تصير كل 100 سنه وساعات كل 200 ولا 300 سنه. سامحني، اليونان اي افلس؟ لا، نوع اخر تقريبا بهذه الطريقه. لا ماناش فرض وضع بالكل، احنا من جهه نسبه المديونيه نتاعنا ما زالت في مؤشر رغم كل المعطيات والبلاد اللي تعيش فيه والوضع بتاع الاقتصاد في العالم وفي اوروبا، ما زلنا في نسبه 46.8%، يعني 47% في ليزانديكاتور، نجموا نوصلوا حتى ل 60%. المشكله هي الثانيه اللي قلت عليها واللي هي صحيحه، مشكله نتاع فاش تستعملوا في الديون نتاعنا، اللي هو صحيح استعملناها من الاكثر في الزياده في الاجور اللي هي تحملناها، وهذا الثوره قامت لتحسين ظروف العيش ولاصلاح مخلفات نتاع 10 سنين نتاع معناتها التركيز على التقليص في الاجور. هذه معطيات، واحنا فهم حوايج حتى مش احنا قررناهم، يعني الزياده في الاجور العموميه زياده 70 دينار مش حتى الحكومه نتاعنا، هذا مش لوم، يعني هذا الوضع متطلبات الوضع. الدعم نفس الشيء، وقت اللي قلت لك يزيد الدولار وتعرف كيزيد سعر البرميل بواحد دولار، اللي قلت لك زاد 40 بواحد دولار، المخلفات نتاعو ما يقارب 30 مليون دينار للميزانية الدولة. 30 مليار دولار في البرميل، 30 مليار، يعني هذا ما نجموش نحملوه برشا للمواطن، هذا تحملته الدولة. وزادت طلعت في نسبة الاستثمار، هذا شيء عادي، وقت اللي البلاد يتعدى بمرحلة كيما هكا يلزم الدولة تاخو هي حتى لين يرجع الاقتصاد لنسبة النمو نتاعو العادية. سيد وزير، مش واضح تقريبا اليوم شنو هي السياسه الماليه للدوله؟ اسكو باش نتبعوا سياسه التقشف ونكبسوا السنتوره، والا اعاده تنشيط الاقتصاد بضخ اموال في استثمارات وتدوير الدولاب معناتها باش البلاد تفيق على الاقل تتحرك الدوره الاقتصاديه، شنو هي الاستراتيجيه الكبيره اللي ماشيين فيها؟ لا، هي الاستراتيجيه اللي خذيناها هي استراتيجيه معروفه باسم ستوب اند جو، معناتها سياسه توسعيه لانعاش الاقتصاد، والدوله تتحمل فيه قسط كبير حتى لين تعاود ال مش معناتها الدوله تتحمل فيه قسط، حتى سياسه تو فهم برشا ناس يتفرجوا فينا، ناس معناتها عمليه الفهم عندهم يحبوها واضحه وبسيطه، معناتها ايش معناتها سياسه توسعيه؟ يعني سياسه توسعيه ما ندخلوش، رغم اللي هي المرحله تتطلب تقشف، اما احنا ما ندخلوش في تقشف، نواصلوا مش باش نتقشفوا معناتها في اللي عملناه في 2011 و2012 و2013 ما زلنا في سياسه جو، معناتها جو كما نقولوا نمشي. وقت اللي زياده في الاجور، زياده في كذا، بالمقابل زاد ارتفاع في الاسعار في كذا صحيح. في كذا هذا نمشيو فيه ونحاولوا خاصه نقويو في نسبه الاستثمار العام حتى لين تعاود تاخذ لا غولاف الاستثمار الخاص، وهذا هو اللي ماشيين فيه، واحنا نهيئوا في المناخ نتاع الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي. الاستثمار الخاص كيفاش باش يعاود يرجع؟ وقت اللي نراجعوا، وقت اللي اول حاجه يولي المناخ مستقر، هذا اول حاجه، وقت اللي تولي المؤسسات موجوده، وقت اللي نراجعوا
مجلة الاستثمار، وهذا قاعدين نعملوا فيه، نعاودوا نرجعوا نصلحوا المنظومة البنكية متاعنا، المنظومة الجبائية، التحفيز على الاستثمار، وقت اللي هذا الكل نخرجوا منه ويعاود يرجع المناخ والمؤسسات موجودة وكل التحفيزات في التشريعات والتسهيل هذا الكل، ويعاود يرجع المستثمر وهو اللي يبخون لا غوليف، وذلك وقت احنا نعملوا ستوب، وقت اللي الدولة تعمل هي ستوب معناتها توقف وتبدأ تدخل في سياسة الإصلاح والتقشف، يبدأ الاقتصاد خذات اليد الخاص. واضح سياس محمد الصغير ولد أحمد، كلام السيد الوزير يطمنك اللي لا ولا ما يطمنكش؟ شو أنا نعيش في الشارع، وما السادة الوزراء بحكم شغلاتهم لا ما يعيشوش في الشارع، في المقاهي، في الأسواق إلى آخره. سؤالي في الحقيقة هو سياسي، أنه هذا كلام تقني، وأنا دائما عندي شك في الإحصائيات رغم حسن النية مع سيليس. احنا عشنا مع بورقيبة، بعد 20 سنة من حكم بورقيبة أعلن أنه رئيس مدى الحياة. بن علي أيضا بعد حوالي 20 سنة أو 15 سنة بدل الدستور بشوية لمدى الحياة. في الحالة هذه بتاع الحكومة الموجودة الآن بتاع الترويكا، هي أول حكومة مدى الحياة ملمان، يعني بما أنها لم تحدد موعدا للانتخابات المقبلة، لأن الشرعية يعني تنتهي بمدة ما، لما أنت تنتخب شخص يجب تنتخبه لمدة معينة. إذن الانعكاسات، سيد الوزير كان يتحدث عن الاستقرار بالنسبة للاستثمار، هذا أمر سياسي، لا أحد من المستثمرين قادر اليوم أن يغامر في هذا الغموض السياسي والغموض اللغوي. أيضا الدستور ما تكتبش، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما تكونتش، لا نعرف هل ستحدث انتخابات أم لا. هم أمش نقول لك أول حاجة تحب نقول أخي الصغير اللي راهو حتى احنا نمشيه في القهاوي، معناتها ما نش عايشين في برج عاجي ونقعدوا نحكيه مع العباد وحاسين بالوضع. احنا في مرحلة تأسيسية، والمرحلة التأسيسية الصعيب تحديد الوقت متاعها، هذا صار في البلدان الكل اللي اختارت عملت خيار متاع باش تمشي في مجلس تأسيسي باش يأسس. مجلس تأسيسي كما صار في 57 معناتها، هو حتى قبل من 56 قعدت 3 سنين. المرحلة هذه صعيب تحديد الوقت متاعها بالنهار. النية كانت موجودة قبل الانتخابات باش نوفاو في عام في ماي، باش نفكر معناتها اللي فما إرادة في ماي، وقت اللي تصادق على التصادق حتى لازمنا نحطوا المؤسسات، وقت اللي تصادق على القانون المالية التكميلي الأول، السيد رئيس المجلس التأسيسي قال باش نمشيو والحكومة نفس الشيء لانتخابات في 20 مارس، وسنسعى باش نكملوا مسودة الدستور قبل الصيف، وما تخرجوش في كونجي إلا ما نكملوا الدستور. يعني النية موجودة. بعد يجيو حوايج أخرين، عواقب اللي خليه اللي تتوخر الأمور. اليوم بعد في شهر أكتوبر قلنا جوان، وذا ما زلنا متشدين به ونحاولوا نسرع فيه. هيئة الانتخابات مش صحيح، ما تصادق على القانون. اليوم نهار الجمعة بدأت لجنة الفرز، معناتها باش تتحط الهيئات الإعلامية، هيئة القضاء، هذوما قاعدين يتحطوا. اليوم فما مبادرة متاع حوار وطني باش نحطوا هالرزنامة وباش نسرعوا فيها الدستور. وصلنا معناتها في شوط كبير متقدم، إن شاء الله كان نوصلوا باش نعملوا انتخابات في جوان، هذا يكون، وهذا احنا مقتنعين به يكون أفضل شيء. إذا ما وصلناش في جوان وخروا لسبتمبر ولا أكتوبر، إن شاء الله معناتها قبل نهاية 2013 نخرجوا من المرحلة هذه، وهذا معناتها اللي الناس الكل تخدم. ساعات ما تمشيش الأمور كما نحبوا، أنا يجيوا مشاكل خارجية، يجيوا مشاكل في الداخل، يجيوا اضطرابات اللي عطلوا هالمسار هذا. واضح. مونيا، الوضع الاقتصادي في البلاد مخوفك كربة بيت وكأيضا كفنانة كأم كمواطنة؟ نشوف اللي الدنيا غالية برشا، نشوف اللي ما نعرفش، ما شفتش حاجة اللي تفرح بصراحة. يعني واضح. سي رجاء فرحات، سي لاس فخفاخ مهندس وخدم في المؤسسات الأوروبية، تما ناس تسألوا نهار اللي يتعين في وزارة الاقتصاد والمالية اش مجيبه؟ لا، قلت لهم في فيسبوك، قلت لهم راجل مهندس وخدم في مؤسسات وعنده تجربة اقتصادية كبيرة. أما علاش قبلها المهم؟
نعرف الناس ما عادش يحبوا لوليا والصالحين، سيدي محرز علي عزوز عبد القادر ان شاء الله كلهم معاه، على خاطر هالمؤسسه اللي اسمها تونس اللي فيها 10 ملايين ونص من حمله الاسهم سوسيتي انونيم فيها 2.5 مليون داكسيونير، حجمها هو اير فرانس. برشا تونس ما عندهم ثقافه اقتصاديه تمكنهم من المقارنه قد اير فرانس، هذيك هي تونس. عندها مصادر ثروه شنية حسبة محسوبة، ثم القمح والشعير، ثم شوية نخل في جريد وفي قبلي وفي جابس، ثم شوية زيتون في صفاقس وغيرها وفي الساحل، ثم شوية فوسفات، ثم شوية سياحة، ثم 800 أوتيل معطلين بيزموا طايح سعدها السياحة التونسية. الجالية متاعنا في الخارج اللي هي وطنية لا محالة وتحب تونس، لكن بدأت تتنقص في إرساليات الأموال إلى تونس، معناها بدأت تتدنى شيئا فشيئا، بحيث كل الأضواء حمراء في الثنية. كانوا سيلياس راكب في الكهرباء متاعه وهابط الصفاقس ولا هابط الجابس يلقى كان الضوء الأحمر ولا الضوء الأحمر، اعتصامات به ترقد في الليل هكا بهالمؤشرات الكل، بهال غياب الافاق السياسيه الدنيا هكا الوفاق اللي نتكلموا عليه، اللي كل مره تو انت قلت راهو باش يصير حوار وطني. انا عشت تو منذ الثوره ثلاثه ولا اربع حوارات وطنيه وثلاثه ولا اربع روزنامات اعلن عليها قبل 23 اكتوبر، واعلنا على روزنامه واضح بالترويكا مشروع سي رجب فرحات. قال لك اولا قال لك ترقد في الليل والا لا، وش جايبك لهالوزاره هذه؟ لا هو معناتها هو جاء واحد للسياسه بصفه عامه من منطلق الثوره، من منطلق البلادنا حاشتها باش عباد يخدموها وكل واحد من موقعه، مش كان العباد اللي تحمل اللي خذات ولا شاركت في الحكومه وهي حكومه ائتلافيه، كل واحد يخدم المعارضه تخدم من موقعها، الاعلام كل واحد يخدم، هذه بلاد يلزمنا نعاودوا نبنيوها، معناتها ما عندناش حل اخر نتعاونوا عليها كل واحد. انا حطيت خبرتي معناتها على ذمه البلاد في السياحه، من بعد ارتدينا اللي ناخذ الماليه نطمنك اللي نرقد ونرقد بالكدا خاطر يلزمني نكون الصباح في فورمه، اما مش معناتها مانيش متقلق، يعني متقلق صحيح قلت الاقتصاد نتاعنا يمر بصعوبه كبيره، ما الاقتصاد العالم يمر بصعوبه وهذا ما يسهلش علينا، يعني انطلاق الثوره تزامن مع ازمه اقتصاديه معناتها ما سهلاش علينا الماموريه. ومع هذا معناتها كي نقارنوا بالثورات، وانا عملت الاكزرسيس هذايا قارنت بالثورات اللي صارت في جورجيا وفي رومانيا في بولونيا وفي البرتغال على الاخرانيين هذوما اللي صاروا، يعني بعد عامين شفت من بعد عامين وين وصلوا لي زانديكاتور، ما فما حتى شبه مقارنه. كان حتى نقارنوا بمصر مثلا توا ما فما حتى، معناتها الحمد لله عندنا اقتصاد وعندنا عباد وقفت معناتها باش خلات جاء، معناتها جاء انا بوي وسي من المؤسسات الماليه في العالم الكل، السنه مثلا جانا 1000 مليار هيبه عمرها ما تعطات، يعني الناس كل واعيين لانجاح التجربه هذه، وهذاك علاش عندنا ثقه في بلادنا وعندنا ثقه في كوادر بلادنا وعندنا ثقه في رواحنا اللي باش نوصلوها الى بر الامان، وهذاك اللي نخدم عليه كل يوم. سيد الوزير هذا متفقين فيه. باهي انت أسبوع كامل في التلفزيون وأنت تطمن في الناس سيد الوزير، لكن هاو عندك ثلاثة مثقفين من خلال ردة الفعل متاعهم ما همش مطمئنين. التونسي اليوم لا يثق في السياسة، هذه نتيجة أصبحت حتمية تقريبا. التونسي اليوم متخوف ونقولوها على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وكي يسمعك سيد الوزير تقول أنه الدنيا بشتغلة يزيد يخاف، وكل الأرقام ماهيش باش ترضيه. شوف ما يزمناش ناخذوا شعبنا كانه وليد صغير، معناتها ما يزمناش نقولوا له الحقيقه. هم جزء من النخبه، هم جزء من النخبه، ثلاثه من الناس هم ثلاثه مثقفين سيد الوزير، احنا كاين اجمعوا على انه الوضع لا يطمئن. ما جبتوش من راسي الكلام هذا، انا استجوبتهم وقلت لهم لا انا الا سي رجاء فرحات بين
جوانب معناتها اخرى من الموضوع. لا انا على المصارحه معناتها يلزمنا نصارحوا الشعب نتاعنا بالصعوبات اللي تمر بها بلادنا والصعوبات الاقتصاديه والوضع الراهن في المنطقه الكل ومع شركائنا، هذا يلزمنا نوضحوه، يلزمنا نوضحوه باش العباد كلها تتحمل معاك، لانه كل ما يتم كل ما الشعب يولي مقتنع باللي الظرف صعيب كل ما ينجم يتحمل شوي. فما بعد احنا كانه واحد قاعد ياسر في الظلام وخرج للضوء، راهو التخمه نتاع المعلومات اللي جي اليوم، وفما نوع من الانفلات الاعلامي هو مش لوم، مي فما معناتها اكثر من لازم تخلي العباد تخاف، معناتها العباد خرجت من الظلام، خرجت للضوء وتجهرت بهالفلو نتاع المعلومات اللي ما كانش توصل. اليوم نشوفه في البلايس، نشوفه في الفقر اللي وصلنا له، حوايج اللي ما كناش نشوفها، هذا كله يخلق نوع من الازمه النفسيه. وانا قلت يلزمنا بوكو دو بسيكياتر في الفاز هذه بور اكومباني هالبروسيس هذا. وانا حكيت مع مثقف وهو اللي قال لي الحكايه هذه، يعني هذايا معناتها مسار عادي. احنا ما عشناش الثوره قبل، وما عشناش هالتعدديه، وما عشناش هالحريه هذه اللي ننعموا بها، اللي عندها جانب اللي يلزمنا نعرفوه اللي هو زاد تولي فما نوع من الازمه النفسيه. ومع هذا انا مش جاي باش نطمن، نقول الحقيقه معناتها الحقيقه اللي ماناش في مرحله خطر نتاع كارثه ونتاع في وضع كارثي، اما زاد الامور صعيبه واضح، ويلزمنا نخرجوا من المرحله السياسيه هذه والمحافظه على التوازنات نتاع البلاد. واضح. طلعت حكايه سيد الوزير تبديل الفلوس، شنو هي الحكايه؟ علاش نبدوا في الفلوس؟ خاصه انه تكلفه تبديل الفلوس بتكلفنا 45 مليار، طبعا احنا ناقصين فلوس باش نطبعوا ب 45 مليار فلوس اخرين، هذا من ناحيه. شنو هي الحكايه الساعه؟ لا هي الحكايه حاجتين، من جهه فما لا سامبوليك نتاع النحي وهذوما الحوايج اللي هي كل ما يرمز ل كل وقت لفتره اللي قامت عليها ثوره، كل شيء يلزمنا نعملوه وقته. وفما حاجه اخرى اللي فما سيوله كبيره خرجت من البلاد وخرجت من البنوك، العباد خافت، وهذا معناتها كومبورتمون عادي، معناتها في كي تصير ثوره العباد تولي ما عادش عندها ثقه في المؤسسات الماليه، يقول لك انا نجبدهم اليوم خير من اللي بالكشي ما نلقاش غدوه، ما نعرفوش وين مش توصل الثوره. واحنا عملنا ثوره نموذجيه اللي وفات في اقل من شهر، واللي المؤسسات رجعت تخدم يعني في بطريقه عاديه، وهل العمليه هذه يعني تعاود تجبر العباد باش تعاود ترجع للسيوله، يعني بتقولوا للناس بطريقه غير مباشره خرجوا فلوسكم من الديار من غير ما نقول لهم بطريقه غير مباشره، انا نقول لهم بطريقه مباشره هاتوا فلوسكم، يعني لا نقول بطريقه مباشره يلزمنا نعاودوا، يلزمنا نعاودوا نعطيو ثقه في بلادنا ونعطيو ثقه في المؤسسات نتاعنا، ويلزم هذاك كيفاش، خاطر الاقتصاد كله مربوط ببعض، اذا تقعد ناقصه سيوله ما نجموش نسلفوا العباد اللي باش تستثمر، يعني هذا نوع من التحفيز على اعاده الثقه في مؤسسات الدوله والمؤسسات البنكيه. سيد الوزير، باش نقترح عليك مجموعة من الاقتراحات المالية للعملة نتاعنا الفلوس، الأوراق البو 20 اللي باش تبدلوه. شوف الاقتراح الأولاني سيد الوزير. ثم اقتراح أيضا ثاني، شوفوا اقتراح ثالث أو كملنا ومنا، واقتراح رابع. صغير ولد احمد، ايش رايك في الاقتراحات؟ مقترحات الورقه ابو 20؟ مبدئيا كلهم سياسيين، فيهم اللي نعرفهم وفيهم ما نعرفهمش، فيهم اللي عندي معاه روابط نضاليه، ولكن انا ضد ان يكون هناك صوره لشخص حي تونسي حي في ورقه نقديه. شكون الشخصيات اللي ما تعرفهمش؟ نعرف محمد الهمامي وراضي، نعرفهم شخصيا وناضلنا مع بعض. الان انا اناضل ضد الثلاثه الاخرين. واضح واضح. منير حمدي، المقترحات الاربعه هذوما؟ لا حتى واحد بصراحه، يعني ما حتى واحد ما فماش علاش، يعني شنو الورقه اللي تحب تخلص بها في كرتاش 2013 ان شاء الله ربي يلوب عليك بيه؟ من الاربعه ورقه؟ لا حتى واحد. حتى واحد؟ لا. سي رجا فرحات، ولا صورة من هالصور هذية نلقى مرادف لها في المكتبة متاعي ومكتبة الوالد. نما نقبل كل شيء بالناس اللي صنعوا الحضارة التونسية. واضح. بالمفكرين الكبار. واضح، شكرا لك.
عندنا زاد ورقات ابو 50 سيد وزير الماليه مقترحات اذا كان تحبوا تستلهموا منا هذه الورقه الاولى. 50 ورقه ابو 50 شوفوا الورقه الثانيه. الورقه الثالثه. الورقه الرابعه. زايم راح لحبيب بورقيب. اي سيدي سيرة فرحات يزيونا من السياسة. أنا بطلنا به يزيونا من رموز سياسية به ما تدومش. شوفوا اليورو وش فيه. بورقيبة 50 بورقيبة صغير ولا أحمر؟ أنا يهمني في الأربعة هذوما القيمة القدرة الشرائية بتاعهم كأولاد. هذا سياسة يعرف ما يهمكش الصورة معناها به يملاوا القفة هذوما يملاوا القفة تقول أنت به عندنا ورقات أخرين زادة ورقة بومية. شوفوا ورقة بومية الورقة الأولى بما أنه الخمسين ألف ما عادش تقضي هاي الورقة بومية. هذه الورقة بومية شفتها صغير ولا؟ شوفوا الورقة الثانية موني رحمتش مين تحت ورقة بومية باهي. لا سير جاي والله كانك على رموز. اولا التواضع المعروف نتاع الشيخ راشد يمنعه باش يفكر ولا دقيقه باش يكون عرضه للتهكم الشعبي اذا ظهر على بطاقه على ورقه نقديه. والثاني اللي معاه هذاك عنده مجال تبارك الله في قطر باش يحط وجهه الكريم على كل الطوابع البريديه والمباني الرسميه. عنده لا منازع لا ديمقراطيه ولا سلاح مريح. صغير انا انصحه بطبع هذه الاوراق فورا طبعها وتوزيعها في السوق لانها بدون توريط صاحب الفكره في البرنامج لانها لها دلاله عميقه وتوصف الواقع التونسي السياسي والمالي الان مع طبعها الان نظرا لتدهور القدره الشرائيه ثم انها تدل على المرحله على الواقع السياسي التونسي واضح سيريس. شنو من الآن تصوركم للفلوس؟ تصورنا من ناحية من التصور هكا هكا معناتها الورقة النقدية كيفاش باش تكون على الورقة بو 20 وبو 30 وبو 50؟ لا هو العهد بتاع الوجوه على الأقل اللي عايشة والواحد هذايا ولا قامت عليه ثورة مش اختيار معناتها تقوم ثورة أخرى كان واحد يرجع للعادات هذوما والشعب واعي وما يخليش الأمور هذايا. تصورنا عندنا رموز في الحضارة نتاعنا احنا تبارك الله بلادنا عندها 3000 سنة حضارة والنجم ونرجو حتى أكثر. معناتها إذا نحبوا ناخذوا شخصية لأنه تنجم تكون شخصيات وطنية من 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 من, من تونس وتنجم تكون زادة مثلا اللي ريتها اللي عجبتني تنجم تكون المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي مرحلة مهمة ماهيش حاجة معناتها المجلس التأسيسي قاعدين نأسوا في جمهورية ثانية. المجلس التأسيسي جاء بثورة يعني عنده رمزيته لأنه الأوراق النقدية ما تقعدش أما باش الفترة هذه اللي عشناها في بالي الثورة معناتها الثورة يلزمنا نرمزولها يلزمنا نخلدوها في التاريخ وعلى الأقل في الأوراق. المجلس التأسيسي نجم يكون والنجم في تاريخنا تبارك الله. محمد العزيزي شخصيته مش تكون موجودة في صورته مش تكون في الأوراق؟ والله ما عنديش فكرة. هو راهو المسؤولية بتاع الأوراق النقدية أكثر بالبنك المركزي من وزارة المالية. وإحنا تعرف وزير المالية له رأي استقلالية له رأي في الشخص وإلا أنا هذايا توجهي. عندنا في حضارتنا نجم نلقاو من بلايص من مواقع تاريخية من الحضارات اللي تعدات على البلاد هذية باللي فيها من رموز والمرحلة هذه الثورة يعني يلزمنا الثورة تكون عندها حظ والثورة يلزمها تكون عندها حظ في الأوراق النقدية نتاع المرحلة هذه. ورقة ب 5000 علاش باش تقعد سيد الوزير؟ ورغم أنه فيها 7 نوفمبر المصالحة الوطنية علاش باش تقعد هذيك؟ لا تتبدل بالوقت معناتها فما اولويه وكما قلت انت تبديل الاوراق والاوراق اللي مستعمله اكثر هي الاوراق هذيه معناتها قلت تبديل الاوراق فيه راحه ورقه 5000 ورقه 5000 ماهيش مستعمله ياسر وتوجي مش برشا تتبدل توجي وقت تتبدل معناتها اما في العروسات تخدم ياسر في الرشيقه وفك الواحد مستعمله برشا اللي ما عندوش برشا فلوس في العروسات باش يرزق يخرج شب ياسر يخرج لفه نتاع اوراق ب 5000 هاي منيره تعرف صحيح ولا ما يقصد. أي لله
أنا في الأسبوع الفارط كيف استقبلت نيبة من حركة النهضة قلت لها نحس روحي كأني نشارك هكا في مسرحية من نوع الفاخس. لكن أنا اليوم كيف نستقبل وزير من التكتل ويا مدراك من التكتل نحس روحي معناها كأني نشارك في ترومان شو. معناها كاني اليوم انا نقابل في المؤسسة التياسة السياسية على ساقيها. هذه التياسة التياسة هل تحب نلخصوها؟ هذه التياسة السياسية في جملتين. هو جو في سيتي كاتب انا يذولي ما نتصوركش معناها ما نتصوركش تحبه هو حتى انا ما نحبوش لكن ما نتصوركش ما نحبوش نفس الاسباب. هو ألان فيلكن كروت الترجمة هي لينها وش يقول فيها معناها على جانب هذايا من المتيسة هو كيفاش يلخصوا. يحتلون جميع الأماكن مكان الحاكم المريح ومكان المعارض المتشح بالثورية. يعيشون انضمامهم المهرول للفكر السائد كتحد بطولي فهم القاعدة وهم التمرد على القاعدة. مختصر الحديث أنهم يزاوجون دون حياء بين نخوة السلطة ونشوة المعارضة. دونك التكتل بعد مقعد مدة طويلة هو يحلف ويتكتف اللي هو ماهوش باش يتحالف مع النهضة ذي قبل الماضي معناها ماهوش بعيد ياسر. نلقاوه اليوم دخل الترويكا جوستمون في إطار التياسة هذه اللي أنا قلت لك مؤسسة التياسة السياسية وهي نوع من المقايضة. شنو هي المقايضة هذه؟ أعطيني معناها أنت أون كوستيون دونورابيليتي أون كوستيون سوسيال ديموكرات نتاع التكتل وأعطيني زاد الأغلبية ما تعني بالأغلبية وأنا هاكا نعطيك تشيشة وزارات. في الإطار هذايا سي الياس فخفيخ اللي أنا شخصيا ما كنتش نسمع به قبل 14 جانفي لقى روحه اليوم كيما ابن زيدون ذي الوزارتين. ابن زيدون كان ما شنو على السيف والقلم لكن اللي هي اللوجيك نتاع التياسة جوستومون هذه تقتضي اللي بالحق فما وزارتين لكن من غير لا سيف ولا قلم. في الحقيقة هاوكا وزارتين لكن وزارات خاوية من أي قيمة مضافة. كانش الملاها معناها يولي عنده امتيازات نتاع وزير ويولي عنده سي في فيها اللي هو نهار شاد وزير. والدليل أكبر دليل على هذاك اللي الوزارة هذه مثلا نتاع المالية ولا فما زاد وزارات أخرين قعدوا فارغين يقعدوا فارغين أشهر من غير ما حتى شيء ما يتبدل معناها لا يتبدل لا في البي لا في الخايب. معناها ما نحسوش اللي ثم حاجة معناها هكاية تبدلت معناها كيما فما وزير كيما ما ثميش وزير. معناها فينالمون تو موند كومبخي كو هذه الوزارات اليوم احنا نعطيو فيهم نتاع محاباة نتاع احنا اليوم سي الياس الفخفاخ علاش انا نتصور وزير نتاع وزير المالية على خاطر من نهار الاولاني الاتفاق نتاع التقسيم نتاع خبزة الجاتو تعمل السياحة والمالية للتكتل. معناها حتى لو كان شنو يصير مش ما قالوا هاو ما مشيتش مع ديميسي تا ولا وجو كالكان دو كومبيتون لا il fallait chercher عبد من التكتل. دونك هو سي الياس الفخفاخ ولو كان هذا جا باش يؤدي التطبيق سياسة التكتل معناها نقولوا هما علاش قالوا نعطيو السياحة والمالية للتكتل على خاطر عندهم برنامج خشين باهي معناها كالمية نقطة متاع التكتل باهين هذوك معناها الحكومة عاجبينهم قالوا دونك نعطيوها للتكتل والله يكون هايل. لكن معناها مش صحيح انا معناها يظهر لي ما نعرفش انت تعرف اللي مش صحيح. هاو ناخذوا احنا مثال بسيط عليه هو مش صحيح. ناخذوا ديكلاراسيون تاع لبنى جريبي مؤخرا التكتل اقترحوا باش يصير اعفاء جبائي للطبقات ضعيفه الدخل السميغار. معناها ثماش اقتراح اسهل من هذايا وخير من هذايا سورتو اللي هما قدموه في سلم متوازنه معناها قالوا هاو باش نحيو السميغار وهاو كيفاش باش نسدوا البلاصه هذايا. هذايا ما تعداش ولبنى جريبي قالت انا نحس بالاحباط واللي احنا نطبقوا في سياسه اقتصاديه ليبراليه. الوغ كنتوما حزب سوسيال ديموكرات. معناها احنا اليوم نلقاو سي الياس فخفاخ اللي هو وزير معناها سوسيال ديموكرات اللي هو نوع هكا من شويه من انواع اليسار معناها سنتر غوش ولا يطبق في السياسه الليبراليه من غير ما ثم حتى مشكله ويجي في البلاتو تيلي ويدافع عليها وفرحان. لكن الانكى والامر هو مش هذا في الحقيقه. معناها هو هذا ديجا يظهر حاجه كبيره. الانكى والامر اللي هو التكتل اليوم حزب حاكم هو في ترويكا الحاكم هكا ولا لا؟ به ولا خيل اليه اللي هو حزب حاكم. ونلقاو الحزب هذا يخرج في بيانات تنديد كل ما فما حاجه ما تعجبوش في قضيه الاغتصاب مريم مثلا في قضيه لجنة حل حمايه الثوره وقت الهجوم على اليو جي تي تي في منع السفر تحجير السفر على ألفة الرياحي. نلقاو الحزب هذا حزب حاكم يخرج في بيانات كأنه حزب معارض.
معناها حاجة هذية حاجة معناها سابقة خشينا ياسر في العالم هذية، معناها التكتل أسس السابقة ويذولي مش ولي يقراوها في مكاتب بريطاخ، معناها هذية حزب حاكم ويخرج البيانات ويعيد للسوسيتي سيفيل إيجا يا سوسيتي سيرتو في الكاه هذي بتاع الفريح يخرج البيان بتاع نطلبه من المجتمع المدني بشي يجي يعاوننا على خطر الحريات في خطر. تو أنت كيف حزب حاكم تحكم، سواء أنت عندك وزنك والقرارات مثل هذه ما تنجمش تمر على خطر فما اون كونسيرتاسيون بين الثالوث الحاكم، والا انت ما عندك حتى وزن وتعرف اللي ما عندك حتى وزن لكن تقعد على خطر عندك وزاره ولا زوز اللي ما يعنيو حتى شيء. فما طريقه اسهل من هذه تتبعها الناس اللي معناها تمارس في الديمقراطيه بالحق في البلدان الديمقراطيه، فما الاستقاله. ماي خلنا نسمعوا لكن جملة أخيرة، فما الاستقالة لكن أنا ما نعرفش يا ذا الوزارتين هل تسمح السياسة السياسية بالاستقالة؟ ما نتصورش. سيد الوزير شوف فما في الاخر بالكل قلت حاجه مهمه، ما انت ما قصدتهاش، ما انت قلت حاجه مهمه، قاعدين نخلقوا في حاجه، هذا هو قاعدين نخلقوا في حاجه. اللي قعد مخه ومعدل على الديمقراطيات انستالي والديمقراطيات في اون اوكسيدون بطبيعه مش يفهم اللي قاعد صاير في تونس، مش يقعد بالموديل نتاع عباد في الحكم وعباد في المعارضه اليمين اليسار. احنا قاعدين نخلقوا في حاجه على خاطر اول بلاد تعمل، اول بلاد عربيه مسلمه تعمل ثوره، واول يصير ائتلاف للمصلحه الوطنيه بين احزاب اللي هما ذات مرجعيات مختلفه، الوسط اليسار والوسط اليمين. الائتلاف هذا مش جديد بشويه لا 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 خليني عاد انت توا تكلمت بالساعة باش تزيد تتكلم بالساعة باش مش نتلفوا على لونيون ساكري مثلا اللي صارت في وقت الحرب في اونوروب، معناها ما لونيون اوروب. انا قلت لك اول بلد عربي اسلامي، قلت لك اول بلد عربي اسلامي يعيش ثوره ويعيش بناء ديمقراطيه، هذا يلزمنا نكونوا نعرفوها، وهذاك علاش قاعدين نخلقوا في حاجه. اللي يقعد بلوكي باش يقارن في التلافز اللي يتفرج فيهم حياته الكل في فرنسا والديمقراطيات وعد، باش يقعد معناتها بريزوني محبوس نتاع الموديل هذاك. دوك مش باش يفهم اللي صاير في بلادنا. شنو الموديل اللي انتم تفضلوه سيد الوزير؟ الموديل هذا، الموديل اللي قاعدين نبنيوه في تونس، هذايا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه للتكتل، التكتل لي سمحني شنو الموديل خاطر ما فهمتش الموديل. الموديل اللي قاعدين نبنيوه شنو يعني هو الموديل؟ يعني سي اون ديموكراسي التيرناتيف ماهيش ديموكراسي بلي نورم اوروبيان نورم ارابو اسلاميك. احنا شوف احنا مازلنا ما وصلناش الديمقراطيه، احنا في بناء الديمقراطيه. قصبة واحد والقصبة اثنين والمجلس التأسيسي وهذا الكل ونتائج الانتخابات اللي نجموا نتعاملوا معها وتعاملنا معها باش نزمنا وصلنا للي وصلنا له اليوم للدستور، هذا الكل نخلقوا فيه. ما خذيناش المسار اللي عملته مصر، ما خذيناش المسار اللي عملته ليبيا، ما خذيناش المسار اخرين صاروا، يعني قاعدين نخلقوا في حاجه وما عدناش حاجه اقبل نتاع بلد عربي مسلم اللي عمل حاجه كيما هكا، يعني احنا في مرحله خلق، هذا اللي لازمنا نفهموه. علاش تأكيد على عربي مسلم بشوي. يا سيد الوزير من نجم يا دي نورم راهو لا ديموكراسي ديمقراطيه لا 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 ني با نو دي بوبا بلد عربيه مسلمه ولا مش عربيه مسلمه، راهو مش ديمقراطيه تدخل فيها ليدونتيتي نتاع البلاد. اي فما دي نورم انترناسيونال لا وقت اللي الهويه نتاع البلاد هذيا فما حزب اللي هو معناتها ذات المرجعيه الدينيه الاسلاميه اللي هو معناتها خذا والعباد عطاتوا اصوات بشكل كبير ياسر 40%، والدولة هذه اللي كوندني باش تخدم في المرحلة هذه بتحالف وبائتلاف، ما فماش حاجة أخرى، واللي قلناها التكتل، تو مش نرجع لك للتكتل، اللي هو سابق اللي العباد ما فهمتوش من الأول، الناس الكلها تدعي به اليوم، والناس الكلها قابلينه، والناس الكل تقول فرد كلام، اللي يلزمنا نتشاركوا ويلزمنا نتحاوروا، والناس الكل اللي كانت قبل هذا لا سبيل إليه، الناس الكل تو قبلت لأني فهمت مأخر شوية، مي الحمد لله اللي فهمت، احنا هذا اللي طالبنا به، احنا ما قلناش عندنا تحالف، وكان جينا قلنا عندنا تحالف رانا قدمنا فرد برنامج، وهذا باش نرجع لك على حكاية البرنامج، احنا كل واحد قدم برنامج. والحكومة هذه تكونت بعد ما صارت الانتخابات وعلى ضوء ما اعطته الانتخابات واعطاه صندوق الاقتراع اللي هو الناس الكل قالت هذا انتخابات حرة تعددية نزيهة اعطت الحجم هذا.
هذا يلزمنا نتعاملوا مع ودعينا وسعينا لتشكيل حكومة سميناها حكومة مصلحة وطنية، وتلاقينا مع الأطراف الكل باش نقنعوهم اللي بلادنا في الظرف هذا باش نمشيه الأقرب وقت ونخرجوا من المرحلة هذه. في الدستور يلزمنا التوافق ويلزمنا نقصوا في التجاذبات اللي قلناه اللي العباد ما فهمتوش في الأخر وقت اللي بدأت نقدمه قالوا بالك شي كانت هذي هو اللي يلزمنا نعملوه. وتوا الناس الكلها تجري باش توصل للحكايه هذه. يعني الناس الكل احنا رينا فما الانيشيتيف نتاع اليو جي تي تي قالت هيا نتحاوروا، الحلفاء نتاعكم جوستومون ما حبوش يتحاوروا، النهضه والمؤتمر ما تحاوروش. انا نحكي على التكتل، الناس الكل انا نحكي على التكتل. لا ما تنجمش تحكي على التكتل كهو وانت فات بارتي دي الكاس. خليني نكمل لك، احنا نحكي على التكتل ولا كل واحد عنده راي ونحترموا ارائهم. دعينا باش بخاطر هذا، هي احنا قناعتنا هي يلزمنا اليوم الوحدة الوطنية باش نخرجوا من المرحلة هذه، يلزمنا التوافق. هذه هما هذه الكلمة السحرية، المصلحة الوطنية، تسبيق المصلحة الوطنية، ساعات حتى على 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 حساب الحزب لأنه ما هماش حوايج سهلين، أما بمرور الزمن لأنه كي تتسبق المصلحة الوطنية تظهر الأمور في الأخر. العباد اللي مشات للبيبولاريزاسيون وللاستقطاب الثنائي هو اللي وصلنا للمرحلة اللي وصلنا اللي نعيشوه. سمحني سيد الوزير، جست ملاحظة صغيرة على حكاية المصلحة الوطنية. راهو أعطى الديكتاتوريات في العالم تعملت على أساس التوافق من أجل المصلحة الوطنية. احنا في وقت بورقيبة علاش كان فما حزب واحد يقول لك من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل البناء والتشييد، معركة البناء والتشييد. حتى ستالين راهو كان يقول المصلحة الوطنية. دونك هذه حكاية المصلحة الوطنية اتولي شوية وعلى البيبولاريزاسيون. راهو أكبر الديمقراطيات في العالم عايشة باقي زوزة، باقي عايشة على فرنسا، ماكش عايشة في تونس. لا مش فرنسا كاو تولي تعيش في تونس. سامحني سيد الوزير، يخدم علينا علاش انت لي نورم تاع الاقتصاد اللي طبق فيهم طبق في نورم عربو اسلاميك. انا فو با رونتري دون سو سي ديسكور ديماغوجيك سيد الوزير. انا قاعد نتكلم فيك، هذه خطاب ديماغوجي سيد الوزير، وانت تعمل في ان ارغيمون دوتوريتي على انت عايشه في فرنسا وانا عايش في تونس. انت اليوم الاقتصاد اللي طبق فيه، انت كيف تقرا بيلون تعمل في البيلون بالمعايير العربيه الاسلاميه، ولا تعمل في الاقتصاد، ولا تعمل في قانون الماليه بالمعايير العربيه الاسلاميه؟ لا معناها ما نجمش نقبل ان ارغيمون. الديمقراطيه هي ثقافه وهي براتيك، وكي نتعلموا نتحاوروا نسمعوا بعض بسرعه لانه يجب كيل خريني بسرعه. نوليو في ديمقراطيه، علاش قلت لك مازلنا ماناش في الديمقراطيه؟ نبنيو فيها حتى في اللي بلاتو، مازلنا ما تعلمناش ثقافه الديمقراطيه. ثقافه كي نتكلم انا تسمعني وتتكلم انت نسمع كيما سمعتك بالنسبه نص ساعه. توا نرجع لك على المشاركه نتاعنا وعلى علاش احنا في حكومه وندوا. هذا هو، لان احنا قلنا اليوم نفرقوا بين المشاركة في الحكم، لأنه البلاد هذه يلزمها تتحكم ويلزم كل واحد يجيب الكونتريبيسيون بتاعه، وماذا بينا حبينا يكونوا يدخلوا عباد أخرين. وتوا فما عباد قابلة فكرة الدخول للمشاركة في بناء كل واحد بالفالور اجوتي، بالقيمة المضافة بتاعه اللي يمكن أنت ما تعرفهاش بالنسبة لينا متو تتعرف عليها. هذايا اللي طلبناه. في نفس الوقت احنا فما قضايا اللي احنا معناتها مفصلية، سواء كان في الدستور وكل اللجان اللي احنا في الدستور، واحنا اكثر عباد ندافعوا بشراسة على المواقف نتاعنا حسب رؤيتنا للمجتمع التونسي وحسب رؤيتنا للنمط نتاع تونس. وفي نفس الوقت كيصيروا حوايج اغلاط في الحكومة هذية، لان في ائتلاف حكومي ندوا بحوايج صارت اللي هي ما هياش معناتها نطالبوا باش تكون فما لجنه تحقيق. انت تقولوا وقت اللي فما اغلاط يمسوا الخطوط الحمراء ما تستقيلوش. احنا لينا ناس الاستقاله، سامحني نتاع سلمى مبروك نتاع النيابه سلمى مبروك اللي كانت تنتمي للتكتل. من الحاجات اللي هي سامحني سيد وزير تعيبه مع الحزب، اللي انتم وقت اللي وقع نقاش وقتها على الكمول دي فونكسيون بالوزاره والواحد، قلت لهم لا هذيك احنا نعملوا الكمول على خاطر هذيك ورق ضغط باش نهارت اللي الحكومه تتجاوز الخطوط الحمراء احنا نستقيلوا. معناها ولا سلمى مبروك تقول لك هذايا كان كلاما يا مدام مي. الاستقاله راهي علامه فشل، راهو هذايا لا انتم قلتوا وقتها، راهو مانيش انا نحكي. احنا كل اي حاجه نحصلوها معناتها نحصلوها في حاجة اللي هي تشبه لتونس، سواء كان في الدستور ولا في المرحلة هذه. هيئة الانتخابات، الهيئات، الإعلام اللي هو كيما هكايا، هذا مصلحة البلاد، هذا يخموا فيه. أنت التوقيت تقريبا بأقصى سرعة سرعة سرعة. فما مسألة السياحة. فيما يخص السياحة سيد الوزير،
باش تشوف معايا توا تحقيق صغير في تيار صغير تشوفوا مع مروان الكلاعي ثم لنا عودة حول السياحة الداخلية. طب أهلا بك. السياحة الداخلية أخوة شنو أمورها؟ كبشتونا خارجية خارجية وتجيبونا في العباد من برا الآخر يحبوا يجيبوا شنو؟ شبيها الداخلية أخوة؟ ما عندك ما تقول فيها؟ الدنيا جوة أنا عم نطلع نشوف شنو أمورها الداخلية. السياحة الداخلية وين نمشي وين نمشي؟ شو خير من القهاوي أخوة؟ العباد هكا وكلها ترامي هاي نعم نطلع نشوف الجماعة شو عاملين. ايه شكون فرح بصاحبه هنا؟ ايوه هو فاش فرح فيه؟ في الرميه كو هي كو في الرميه هني فرح بيه والدم. اوقات فراغ اللي هما برشا اوقات فراغ ها وخرج سوق العصافر مثلا سانكو باه نعملوا كعبات غادي رتشوا مخاخنا شويه هي كو قاعدين ماشيين ترشك ايه ترشك راك مترشك ان شاء الله. خويا اللي يقول سياحه يقول وتله واللي يقول وتله يقول تونس اقدم وتيل وتيل العايش. جينا قلنا خنشوفوا شنو حكيت العايش شكون يجيبات فيه ومباتش فيه ونشوفوا العايش جيت طلعش فيه حتى هو عايش جيت كيما شيراتون جيت اي نعملوا طلع جاك وزير روح مخر من الخدمة مش يبات في الوتيل وانت بيته بيته في الوتيل وانا مش مبيت جا معها بنت خالته شتاع بنت خالته ما عطيش ما عطيش في بيت ممكن نكري له بيت وهي بيت قداش الليله هون فما بسبعه فما بعشره فما بسته فما بخمستاش سيد الوزير يا رخيصه هنا 500,000 هنا 7,000 يا معلم جيب حتى الحومه كامله بيتها لهنا 500,000 بيت العباد الكل خلاص خلينا نشوف نلقاو وزير هنا مطيش في بلاصه ريزيدون هوني لا نخدم هنا يعني. وانت انا بطال بيت هوني ولا لا لا قاعد بركة ها قاعدين بركة كاو تعلتوا هنا قعدتوا في الوتيل انت مدير وتيل العايش هكا محمد الناصر العيفة مدير شركة ونزل العايش كيف تخدم في الليل وجاك وزير كمل الخدمة مخر يحب يبيت في الوتيل معاه بنت خالته بيته ولا لا مهما كان وزير ولا مش وزير احنا عندنا فهمت يعني لا مش ضيفها لا ما ثماش ضيفها لا 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 ما ثماش عندي الحكايه هذيا شنو لا شكون يطلب فيك؟ وزير السياحه؟ لا شطرك فيه وزير السياحه؟ وزير ما تعرفش اسمه انت تعرف باهي باهي هو وزير في منصبه آه. وانا فهمت يعني اقدم منه هو يحتمل نولد وانا هو باش اسمه وزير السياحه؟ ما نعرفوش كيفاش عينتك وزاره السياحه ما تعرفش وزير السياحه؟ ما نعرفوش وزير وليه نسال عليه وعارفك لا لا مش عارفي انا ما يحكم فيها حتى حد هنا طيب باش نمشي اما كان جا وزير هنا يكلمني وعلاش كلم فيه شنو نشوفوا الحكايه انا حكيت سوا وزير اللي يجي هنا لا وجي وش بيه عاد كلمني لا ما كلمكش اي عاد خلينا نعملوا العايشي جيت لا يا ولدي ينسي بلا هدرة نتاعك لا سامحني عمك الناصر قلت العايشي فرح بينا على الاخر وانا قررت باش نعطيه 5 نجوم نزلنا ندوروا على وتله قلنا خلينا نشوفوا وتله اخرين وكل حكايه نتبعوها وزير تعمل له صومه ما نصورش انا وزير باش يجي لوتيل شعبي شو ما هو الوتله تو غلاو 500,000 يقول لك تو وتيل ب 10,000 و 12,000 يجي ما نصورش هو مسينس بال ما نصورش باش يجي لوتيل شعبي ما نصورش انا وزير في وتيل شعبي تنجم تقول لي في الشيلاتون في حاجه في اي ما نصورش شو مشيت للشيلاتون ديريكت ما هو على ال قصر كي يجي مرحبا بيه بيته بيته مع كي يجي بنت خالته بيته وبنت خالته هذا يا اخويا وتيل معارض قال لك الوزراء ما يقبلهمش وباش يقبل ابراهيم القصاص والله اخويا باش نعطيه 3 نجوم قلقت ها والاخر انت قلقت وانت امشي هي بطبيعتها تقلق الحيوت اللي تشوف فيه هذه تقلق اقسم بالله وانت امشي كي تقلق امشي نمشي ولد حنيفه نعطيه صحيفه هارك ما تطول لنا جوي حفلات وفي اطار بحثنا المتواصل على اماكن الترفيه والسياحه الداخليه لقينا هذا فضاء ترفيهي باب الزيره هاي جيش ملا ترفيهي معلم ها تترفه لين ما عادش نجم ترفه 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 ترفهتوا هكا يقولوا دوش ناحية تعب والقلق اقعد عملهم ادويش عموميه التونسي عاد مع الادويش الرحمه ليه
ملا جو. خويا السياحة الداخلية فيها برشا حكايات، منا ثقافة الحضب خويا عند التونسي ما نحكيلكش. شوف خويا رسمينا شنو، شوية موزيكا حس وتلم كعبت كل تفرش. ها الحضب قالك في السياحة الداخلية؟ ما بلنا سياحة داخلية ما بلنا، ما عندكش زهر والله لا سبعة سياحة خارجية. أنا عندي برشا زهر. السياحة الداخلية يلزمها مطاعم داخلية، المطاعم الداخلية متاعنا المرو والمرقيز والدنيا باش نعمل طلة. ها اخويا المرو والمرقيز. السلام عليكم. سامحني صاحبي. لا ها شاملوا هنا كل هنا شامل المرو. شنو هو المرو؟ اخويا العظام الداخلي هذا، العظام نتاع الدجاج نتاعنا العربي الاصيل. نختار نمشيو نجيبوا لناش الدجاج من برا من سلوفينيا ولا من البرتغال. تشجع في السياحه الداخليه؟ انا السياحه تشجع تفرج عطيه المرو بالداخلي هذا شيء ممتاز يعمل كيف تاخذ هنا. شامل انت هنا يا ودي سيرفيس صاحبي. شبيك السيد الوزير دو مرقاز مش دو فرشات لو هذا ترقى هذا مش بيك هذا يا خويا مطعم داخلي وذوما زبائن داخليين والمروب قبل شكوب نور شكوب تفرج خويا النار حرك فيها بيدي معلم خويا حتى عليك لوني راه عليه هاي ومايا ومايا مايا تضرب في المروب لهنا تشجيعات المطعم الداخلي جرب يتصوروا مايا تضرب في المروب هاي برا برا سلبيني خويا توا نحن قاعدين ما بين وزارة السياحة وهذه وزارة الداخلية ونتصور بيناتنا أعز بلاصة للسياحة الداخلية هي هذه. فما شكون يجي يتشعبط ويجي يقعد شوية قلوب وسياحتنا الداخلية حافلة. تحية كبيرة لمروان الكناعي. لا تلمى دو خمسة وحسام وعملوا لما غادي في باب الجزيرة من لجمة يا سيدي. سيد الوزير ثم مشاكل في السياحة تسويق، شنو ما أهم المشاكل وشنو هي الحلول بالضبط؟ فما زوز أنواع من المشاكل. فما المشاكل اللي ظرفية معناتها اللي عايشينهم منذ قامت الثورة، معناتها تراجع صار كبير عملية والسنة الحمد لله يعني سنة 2012 استرجعنا قسط كبير وصلنا 6 ملايين سائح، معناتها قربنا ل 2010 بنزال نقص ب 10% في المداخيل و 15% في من حيث الوافدين وقت اللي وصلنا ل 40% في سنة 2011. يعني الحمد لله تطورت وهذا حاجة باهية لبلادنا. أما فما المشاكل الهيكلية اللي هو القطاع يعاني منها منذ 10 سنين ولا حتى أكثر. فما مشاكل نتاع المنتوج الموسميه نتاع القطع، الترويج لاسواق معناتها مقتصره على بعض الاسواق، فما المردوديه نتاع السياحه لانه الاسواق نتاعنا رخيصه، فما مشاكل عالقه كالمديونيه نتاع القطع النزل، فما حوايج اللي هما صاروا منعرجات في السياحه كالفيراج نتاع الانترنت واحنا ما واكبناهاش كيما الاوبن سكاي اللي كنا نحكيو عليها. هذوما كلها هذوما كلهم من المشاكل الكبيره وهذوما يلزمهم معناتها مخطط طويل المدى. احنا صارت عدة دراسات من 2001 و2003 و2010 دراسات لنظرة استراتيجية للسياحة اعتمدنا عليها واعتمدنا خاصة على الدراسة الأخرى وحطينا اليوم البرنامج العمل هذا اللي هو انطلق توا في اعداد الهيئات وباش يكون الانطلاق الرسمي نهار 19 فيفري واللي باش يدوم على 4 سنوات وهذا لمعالجة المشاكل هذه. سيدي اسم باش تقعد وزير سياحة ومالية؟ لا 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 ابدا، هي تتخلى على على وزاره السياحه. على وزاره السياحه في للتكتل التحوير الوزاري. توا احنا في مناقشه كبيره معناتها في التحوير الوزاري هذه، صار فما تقييم نتاع الوزارات، فما اطراف اخرى باش تدخل في الحكومه معناتها قاعدين يتناقشوا. ما فما مش هذا المهم، المهم هو اللي نجم يقدم اضافه في 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 الحكومه هذه باش نكملوا بها المرحله الدقيقه اللي تعيشها بلي. قد بحثنا سيد الوزير، تحية كبيرة للسيد وزير المالية سيد ياسر فخر. شكرا لك سيد ياسر. نرجع لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل.